تسلم يا سلام مسلم يسلم يا سلامة مسلم سل سيف الصاد سل سيوف السمسامة مبدئيا اللي يقول لي اللغة العربية سهلة بدي يا عمي انا عربي بدي مين يترجم لي اياها. حاليا في ترند بالتيك توك جد رسميا طاب التيك توك جد يا جماعه الترند كتير كتير حلو بس جد بيخوت الواحد يعني بدك تجي تحاول تفهم الغنيه ما فيك تفهم سلام سلم يا سليم سلم يعني معلم تحس هيك كله فايت ببعض هذول المطربين كتير بشوف منهم باعراس الفلسطينيه وهيك اغاني اصلا هو عادات تقاليد اهل فلسطين بعراسهم كتير بيستخدموا هيك اغاني بيكون الاغاني هيك على طريقته اصلا الكلام بهن بألفوه وسلام وسلم يا سليم بعباي بقلبي عليه هذا الدريد بالتيك توك خلينا نشوف الناس اللي صورت عليه وكيف صورت عليه وبدي اعرف والله مين مشاهير حافظ هذا الترند شوفوا لي هول يا جماعه حلوه هي اللقطه حبيتها هول البنت ايش كان بتحدي اللهجه الفلسطينيه يعني رسميا هي بدها تحدي هي بدها تحدي ايوه هذا مصدوم ها هي حاطه انه الترجمه تبعها انا مفكرها حافظتها اذا الشرطه مسكتني وقالوا لي اتكلم فعلا يا جماعه واحد بيصير هيك كلام والله والله صح يا عيني سهلة ايه سهلة كتير كتير سهلة كتير سهلة مظبوط كيوت شوف هاي لما احكي مع ماما جزائري على التليفون كيف اصدقائي بيسمعوا هاي جزائرية البنت بيت مبين ان العيون على سات يا زلمة بدي احكيكم شيء تمام هاي البنت تقول جزائري ترى شوي اللهجه الجزائريه مفهم عليه اكثر من هذا ما اظن انه هو فلسطيني صح ايوه هلا في على فكره مستحيل الاهل فلسطين ما يفهموا الغنيه يا جماعه اكيد يفهموا صح سلام وسلم وسليم سلامه وسليم سلمها سلامه وسلمها ها شو سليم ها سليم سلم سلامه علامه علم علمها عليم وعليم علم علم, علم. ترجمتها ركبت الخيل الخيل ركبت اوف عم يعكسها يا والله صاحبي كيف هيك على السريع بيقولها هذا مستحيل لما ابهدل الاكس ورفيقتي السجاني يلا ايوه اوف 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 شاد صاحبي بتعرف تحكي مع بنات انا اكيد لعبتي يا زلمي اوكي فعلا يا لما تكوني مضطرة تمشي مع الترند ايوه امشي معك انا ايوه ما امشي معك انا بدال ترند عيد بروش باريش انت ايش حطك هون ايش حطك هون انت يا دوب تعرف عربي شوف باريش حكاها منيح بس يحرك تمو باريش ايوه يا باريش ترى يا جماعة شو صار يا جماعة ترى الغنية بترقصها والله
طلعوها من راسي، طلع انا كمان يا جماعه طالعوها راسي. مش فاهمه شيء بس اوكي. شلون مش فاهمه؟ طيب والله الكلام بفهم بس سريع. مع وضع اللي بالترند كلكم، شو وضع اللي بالترند هيك؟ بس يا جماعه والله انه حلوه الغنيه. تفضل هاي، ايش هالوقفه هي؟ ايش اخت الوقفه؟ يعني هي عم تحاول تعملها بالانجليزي يعني، مو خلينا نفهم بالعربي اول شيء يا معلم، تعنينا بالانجليزي؟ بيحكوا لك اللهجه الفلسطينيه صعب. انا الصعيد فلسطيني صح؟ يا عم يحكي لكم شغله. والله يعني صعب الغنية ما لقى كلمات، عم يعكس الكلمات يعني ببعض. جلت الصمت، الصمت لزمت يعني، بدي يكمل الغنية معلم ما يعمش له. خيالوا أغنيها وأنا عندي السي بالتقويم، السي بالتقويم يا يعكياتي. غنيها مداليك، والله غنيها مداليك خلاص. يعني كيوت. نشوف لانا عملتها صح. الترند بينفع للناس اللي بتحكي كتير، اللي بتقر كتير قولاتك، اللي مثلك يا لانا قرارة. ليش بتقرها البنت؟ شوف ولا نشوف زب... اكيد زبطتها. رخصت كمان، عملت لها رخصة. لا والله جابت البنت جماعة، لانه لانا اصلا هي يعني مو سريعة بالكلام. اي الف مبروك يا ضحى، الف مبروك. ايمتى البيبي ريمكس؟ هلا هي بالاردن لازم تصور هيك ترندات. بس يا اشخة تعبي حالها مكياج البنت. عمي شوفوا احكيكم شغلة، ضحى حلوة بس ثلاث ارباعها مكياج. ايوه مين هي نورا؟ بيسان. بيسان ايش قصة صارت تسلك فيديوهاتها بس تطلع ترقص؟ شوفوا يا جماعة شو قصة البنت. هاي روان اكيد لازم تعرف، لازم 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 كمان لهجتها الاردنية. حدا قال لك انك حلوة غيري؟ حتى الكوريين. لا هذا بيعرف عربي احسن مني، هذا الشاب عايش بالاردن. الا العربي كثير سهل. والله شلون هذا الكوري بيعرف هالقد عربي؟ يا شلون، انا مستغرب على الزلمه. فتل، شوفوا الفتل. ايش فيها عم يتطعوج كثير؟ هي كتبها حلوه هي. احلى شيء هذول عملوا له الرخصه مشان يخلصوا من الكلام. يا ايش الرخص. هيك وصلنا لنهاية الفيديو. مثل ما شفتوا الترند يا جماعة، والله العظيم جد الترند كتير حلو، فاكتبوا لي لكم الكومنتات كمان يا جماعة، وكمان لا تنسوا تتابعوني على انستغرام وبعتوا لي شغلات حلوة مثلكم. اكتبوا لي كومنتات حلوة، خليني هيك اشوف شغلات حلوة، ولا تنسوا تعطوني رأيكم بشعري. تمام يا جماعة، بحبكم، يلا سلام.